فاجأ الممثل اللبناني نيكولا معوض جميع متابعيه بإعلان زفافه بطريقة غير مسبوقة وفي أجواء رومانسية من حبيبته الأجنبية، وظهر في مقطع مصور نشره على صفحته الرسمية عبر إنستغرام وهو يقبل عروسه ويحتضنها، ثم يتوجه إليها معبرا عن شعوره الكبير بالرضا لوجودها إلى جانبه، إذ قال: وجودك بحياتي دليل قدي الله بيحبني، تيبعت لي حدا مثلك، كتير أوقات بحس حالي ما بستاهلك. بدورها ردت عليه بالقول: نيكولا، حين أنظر إليك أرى حياتي بأكملها أمامي وأشعر بفيض بركة الله على حياتي، وأعدك بأنني سأحمل قلبك معي أينما ذهبت، لأن حياة واحدة معك ليست كافية. وأرفق الفنان الفيديو الذي شاهده أكثر من 200 ألف متابع بالتعليق: جوزنا للمرة الأولى والأخيرة. وجودك بحياتي هو مثل دليل على قد الله بحبني تيبعت لي حدا مثلك، لأنه كتير أوقات. إلا أن أكثر ما فاجأ المتابعين هو إعلان نيكولا عن صداقة تجمعه هو وزوجته بزوجة الممثل التركي المعروف بشخصية مهند. وبالتفاصيل، لمناسبة إعلان زواجه مؤخراً، تلقى نيكولا معوض هدية من باشاك وهي زوجة النجم التركي الشهير كيفان شتاتليتوغ. باشاك سيني تشوك سيفي يوروز. وأشار إلى هذا الأمر من خلال فيديو نشره على خاصية الستوري على صفحته عبر إنستغرام، وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر برفقة عروسه وتوجه إلى باشاك بكلمات شكرا باللغة التركية. والذي قد لا يعرفه الكثيرون بأن نيكولا معوض كان قد خطب من قبل هذه العلاقة فنانة لبنانية معروفة جدا واسمها لارا رين، واستمرت فترة خطوبتهما لمدة طويلة، وبعدها أعلنا انفصالهما. قدمناها حاجة كده لطيفة وحلوة، هي كانت دبلة مامتها الله يرحمها، فقدمت لها الدبلة دي، حسيت ان ليها معنى اكتر. لارا بتعمل ايه مع المعجبات طالما الممثل بيحب يسمع؟ لارا متفهمة جدا لطبيعة شغل.